تكلمت انت على الشخصيات البارزه العمالقه، احمد رفيق المهدوي. احمد رفيق المهدوي شاعر الوطن الكبير اللي لما فرضت عليه ايطاليا ان يخرج على ليبيا قال كلام من اجمل ما يمكن، وهو في الباخره قال تبقى على خير وطني بالسلامه ورانا ندامه ويا عون من فيك كملهن ايامه. الله اكبر. هذا احمد رفيق شاعر الوطن الكبير الذي يعتبر من يعني عمالقة الشعر في العالم العربي، حتى أن عباس محمود العقاد في يوم من الأيام نادى به أن يكون أميرا للشعراء في العالم العربي. نتكلموا على العلماء الآخرين الأفداد مصطفى لعل بيت هذا دكتور من أكثر الأبيات اللي قالوه النبيين من 69 وتاع الجاي، ويعني أكثر بيت. وعلى فكرة كان عنده النوعين، كان عنده الأدب الشعبي وكان عنده الأدب الفصيح، والأدب الفصيح أكثر ديوانا من 4 مجلدات لا أعتقد أن كثير من الناس يعرفونه موجود. يجب الآن العناية به وإعادة نشره ودراسته ووضعه تحت أيدي من يريد أن يعرف من القراء. من العلماء الأجلاء أيضا مصطفى بعيو، طلع بالنسبة في ليبيا عدد غير محدود من الكتب المراجع في تاريخ ليبيا. وعندك أيضا الأستاذ عبد المولى دغمان الذي كان عميدا لكلية الأداب ثم كان رئيسا للجامعة الليبية، من الشخصيات الفدة. وأنا أذكر خبر هذا يعني أذكره لإخواني في بنغازي، عندما تخرجت أنا من الجامعة من مصر في الإعلام وخذيت فسحة أنا والمرحوم الدكتور عبد القادر عامر بالأوتوستوب على أوروبا في الصيف، هذه إجازة لنا. قال لي وزير الإعلام في ذلك الوقت مصطفى أحمد الصالحين الهوني، تعال نحن فرحانين بيك، أول ليبي تخرج في الإعلام باش تشتغل معنا. قلت له نبي ناخذ إجازة راحة وبعدين نجي. وذهبت في راحة لين وصلت إلى هلسنكي نزور في صديقي الصادق النهوم، فإذا بي أخويا يرسل لي برقية يقول لي ارجع فقد عينتك الجامعة الليبية بقرار من رئيس الجامعة معيدا لقسم إعلام سينشئ في المستقبل. لما تقدم بورقة ولما تقدم، لكنه يبني لمستقبل ليبيا ويبني لهذا. فهذا الرجل يعني عندما نتكلم على يعني قامات ليبيا الحقيقية، عبد المولى دغمان كان أحد هذه القامات. بعد كافأك القذافي و بالسجن و 35 سنة. نعم، هو وأحمد بورحيل الله يرحمه ابن الشيخ الفاضل الشيخ المجاهدين يوسف بورحيل، نتكلم على قامات كثيرة موجودة في ليبيا أو في بنغازي بالذات نحن نركز عليها. أنت ذكرت واحد من الناس اللي أحبهم كثيرا، الشيخ صالح الغول رحمة الله عليه. الشيخ صالح الغول رحمة الله عليه أنا أعتبره من الذين يعني، ومات في طرابلس بعيد عن بنغازي، وكان حزينا عندما مات بعيد عن بنغازي، كان يريد أن يدفن في بنغازي. الله أكبر. أذكر من مواقف الغير عادية أن كان عندما رشحت للانتخابات كان من أكبر الأصوات الداعمة لي صالح الغول، وقال أنا أريد أن أقول لإخواننا كلهم هذا الأستاذ علي بوزعكوك ليس من الإخوان وأنا من الإخوان وأؤيده. الله أكبر. يعني كلمة غير عادية عشان يعرفوا الناس، الناس لها مقاماتها. لا، والحاج صالح الحقيقة يعني هذا نقدر نقولها بالفم المليان أنه هو من أعيان بنغازي حقيقي.